محمد عارف الحمدون أحد أوجاه قبيلة الشرابين والمتحدث الرسمي لقبيلة الشرابين في سوريا والعراق. والله إحنا كعشائر وأهاليتنا وأعزاء القوم وعمدة القبائل وأعرافنا والأعراف قوانين وضعية، وإحنا مؤسسة العشائر مؤسسة قطاع اجتماعي. والله إحنا لا نقبل لا منطقة آمنة ولا نقبل الواحد إنه يتجاوز على قاعنا. يعني هاي الأرض، يعني الإنسان قال عليه أرضه وعرضه، ولا سامح الله إذا جسر على جارك بده يسر عليك. وإحنا إذا مشان منطقة آمنة إحنا أعطينا للعالم الأمن والأمان. يعني إحنا كعشائر قوات سوريا الديمقراطية دافعنا وعطينا نموذج للتآخي، ومنطقة آمنة هاي ذريعة للاحتلال. يعني بالاحتلال إحنا كعشائر وعشائر، لأنه إحنا الحمية وشيمتنا ونخوتنا لأهلنا، يعني الأرضنا والناسنا. إحنا مو إعزاز الباب يعني عفرين إنه تحريرهم من شمال الشرق السوسي، الله لا يجزيهم بالخير. والله إحنا محررين وإحنا متقاعدين وإحنا نعطي الأمن والأمان، لأنه إحنا العشائر، يعني العشائر على طول تدعي للوحدة وللتآخي ووحدة الصفوف، وهذا احتلال. بس إحنا من العار والمخزي إنه السوريين يتآمرون على السوريين. يعني هلا في عنده مجهز إنه أجندات خارجية، هذا احتلال. يعني خطوة خطوة، يعني وإحنا والله ما نقبل. يعني إلا إحنا كمجتمعات يعني شرقية وقبائل كلنا بشكل عام، يعني القدر بدنا نعيش وبدنا نموت وبدنا ننتصر سوية، بس ما نقبل إنه واحد يجي على قاعنا، يعني القاع لأهلها. وبعدين إنه مجهز هلا نفايات مجتمع، نفايات مجتمع شلون لا يحل، لا عندهم حلال ولا عندهم حرام. يعني قتل، سفك، ثقافات دموية، ما في عندهم ثقافة أخلاق، لا في عندهم ثقافة سلام، لا في عندهم ثقافة مشاركة، لا في عندهم شيء بنوبة. يعني لا الشراء السماوية على طول تطلب للتآخي والألفة والوحدة الصفوف والتآخي، هذول ما يحملون حتى قيم مجتمع. يعني ونقول دحجوا أهاليتنا، لأنه الوضع الإقليمي يزيد من حجم المسؤولية على قبائلنا وعشائرنا. يعني والله اليوم اللي يسر على جارك بده يسر عليك. يعني وإحنا كقبائل متعايشين نخوتنا وشيمتنا، والقبائل الكردية لها عادات وتقاليد وأعراف قوانين وضعية نفس العادات والتقاليد. يعني نخوتنا وشيمتنا، وإحنا نرجع للذاكرة الشعبية. يعني ب23 كان تحالف عشائري يوم الاحتلال الفرنسي، مقتل القائد الفرنسي روغان. يعني ب23 وإحنا لا يصير عليكم يرفعون العلم التركي ويعطونكم فهمة العملة التركية ويدرسونكم مدارس ويعلمونكم أنه والله الدين وما الدين. والله إحنا هم بعيدين عن الدين وبعيدين عن الشريعة. والله إحنا نوجه يعني نداء العشائرنا الموجودة عند الأب الروحي لداعش جار السوء النبتة الخبيثة، هو يعني فكر متطرف. نطلب من أهلنا وعشائرنا، قلوبنا إحنا مفتوحة لكم، عندنا ثقافة تسامح، ثقافة أخلاق بشكل عام لكل القبائل الموجودة. يعني قبائل عربية، قبائل كردية، طائف السريانية، أرمن، الكروفان، الإزيدية، أنه كل شيء واحد. أنه إحنا النصيحة قبل يقولون نصيحة بجمل، إحنا ننصحهم يرجعون من رأيهم، وأنتم سوريين تجون لأهلكم على ناسكم، وأنتم معنيين بالدفاع عن الأرض والعرض. وكل شيء تآمر علينا أي بالشمال شمال شرق سوريا أو بسوريا من أجندات خارجية، قتل وسفك، والله إحنا مو من عرب العربة، لا يحمل أخلاق، لا عادات، لا تغليد، لا أعراف مجتمع، هذا ما نقدر. والتاريخ يعيد حاله. يعني إحنا نقول لهم قلوبنا مفتوحة لكم، تعالوا حياكم الله، دافعوا عن أرضكم. وأردوغان ترى أردوغان يريد لكم الخراب، يعني يريد، لأنه إحنا عايشين بالأمن والاستقرار والسلم الأهلي والأمن هدف للجميع. طالبهم مرة ثانية إنه يجون والبيوت مفتحة لهم، وعندنا مصالحة مجتمعية وقلوبنا وسع، بس تديروا بالهم إنه يجون تحت راية الوحش الأردوغاني وقتل وسفك، وهذول والله مو من عرب عربة ولا أخلاق، وإحنا نقعد والله ننفيهم زاد، ما يمثلون إلا حالهم، ما يمثلون بنوبة. إحنا إذا نرجع شوية إنه
هلا انه تحرير وما تحرير، انه المناطق الشمال الشرق سوريا. اردوغان يعني معلش حزب العداء والتنميه، والله هذول طلعوا لنا شر يعني. بعد ما شافوا انه هم رادوا يسووا انه فتنه عشائريه انه بين مكونات المجتمع، واحنا طلعنا باخلاقنا وافكارنا وقوانين وضعيتنا، والله يجزيهم بالخير. زاد يعني قوات سوريا الديمقراطيه جمعتنا احنا يا هالناس، يعني حتى البعيد تغربوا يعني شعار اخوه الشعوب. والله احنا الامن والامان، الله لا يجزي بالخير، والله احنا بالامن والامان عايشين يعني. وهذه حجه ذريعه انه مشان احتلال، لانه هم يوم يشوفنا احنا متحاببين وعزانا ومشاركين بخنادق الشرف والعزه، ايه بده يسوي شرخ انه في سبيل انه مشان يقسم هالعرب عربين. لا لا بالعكس، والله احنا عايشين، والله يجزي بالخير. واوجه نداء مره ثانيه، نداء لاهلنا انكم ديروا بالكم ولا يصير عليكم مثل ما صار على اهاليتكم بعزاز والباب. واحنا قرانا بمنطقه الجزيره يعني بالخط الجنوبي، يعني اهانوا اهانوا يعني تعرف العشاء. والله انت بعض المرات احنا ندحج نقول للانسان احنا كبشر متعايشين ومتحاببين يعني، والدم واحد والارض واحد وبيناتنا خبز وملح، بس نقول لهم خيو هذا حسوا انه الناس الواحد قدره بارضه يعني، مطلع من بيته خف قدره يعني، حسوا انه هاي كلها مؤامره خارجيه وانداس خارجيه يريدون يبعدون عن العالم وشردوهم. واحنا نطلب من اهاليتنا انه زاد يزيدون مظاهراتهم، ونطلب من عشائرنا الموجوده غادي زاد يقفون، ومن الشعوب في وجه الطاغيه هاي. والله القائد قائد اموي، هو القائد اممي، هو يعتبر هلا اكاديمي يعني. والقائد يعني نحكي حق احنا بعض نوبات نحكي حق الشخص الرجل، ايش ما يكون احيانا اذا حد في مكره، بس الواحد يعطي حق الرجل. والله القائد عبد الله اوجلان الله يجزيه بالخير ويفك اسره، حافظ هو شعار اثنين يعني، يعني حقيقه يعني. واحنا ايش ما نحكي بحق، والله ظل مقصرين يعني، حافظ على اخوة الشعوب والعش المشترك. والقائد عنده نظرة مستقبلية وحافظ علينا يا المجتمع بالفكر، وهو عنده الحلول وعنده كذا. واحنا والله الله يفك اصله، والله احنا نبكي عليه اكثر ما تبكي عليه جزء اهاليته زاد، لانه ازلمت القائد مزلمت الزين تفقدوا اهله، والله يفك اصله. والله هو كل الحلول ان شاء الله، لانه هو هلا الفكر والفلسفة يعني تدرس بالاكاديميات يعني، جمعت كل المجتمع، عايش مشترك واخو شعوب، والله يفك اصره. وان شاء الله رب العالمين طويل العمر. وعبد الله اوجلان ان كنا مو بس لكم، للعرب وللسريال وكل المجتمع الاموي يعني، اموي هو يعني.